الآن نطير إلى أوروبا تحديدا فرنسا. ففي ظل تطورات أزمة كورونا حول العالم مع ظهور المتحور أوميكرون، ينضم إلينا الآن مباشرة من مارسيليا مراسل أكسترا نيوز خالد شقير. خالد، بعد التحية، العالم كله الآن يتحدث عن أوميكرون، والعالم كله الآن بدأ في الحديث عن ما هو هذا المتحور، كيف من الممكن اتقاء شروره؟ إذا حدثنا عن آخر المستجدات لديك في فرنسا. تحياتي دعاء ليك وللسادة المشاهدين. هذا في صباح هذا اليوم خرج أوليفي فيران وزير الصحة الفرنسي في جولة للتعرف على كيف تسير الأمور في مراكز التطعيمات وفي منطقة 18 بالعاصمة الفرنسية باريس. التقى ببعض من العاملين في هذه المراكز ليشكرهم ويحييهم، وأيضا يدعو الفرنسيين للمزيد من التطعيمات. أكد في خلال هذه الجولة عندما استوقفه الصحفيين ليسألوه عن هذا المتحور بأن هذا المتحور وجوده في فرنسا لم يتم رصده بعد، ولكن الأمور على حد قوله كلها ساعات ويتم الإعلان عن تواجده، وبصفة خاصة بعد أن ظهر هذا الفيروس في دول مجاورة زي سويسرا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول. حاول من خلال هذه المداخلة تطمين الفرنسيين، وأكد على أنه لن تكون هناك إجراءات احترازية أكثر من هذه الإجراءات التي تم أخذها في هذا التوقيت، وأن الأمر يعني أن كل الأمور في فرنسا بتسير بطريقة سريعة جدا، وبصفة خاصة بعد أن أعلن أن هناك 400,000 فرنسي تم أخذه الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة بالأمس فقط. دعاء أعداد الذين حصلوا على الجرعة الأولى بالأمس أيضا فقط 31,000، لتصل الأعداد الذين أخذوا اللقاحات إلى حوالي 2 مليون. إذن خالد، نتحدث عن أن هناك بالفعل زيادة على إقبال في تلقي الجرعة المعززة، يعني هناك زيادة في الإقبال على هذا الأمر. بالتأكيد، يعني وجود أكثر من 1,200,000 طلب تسجيل لأخذ هذه الجرعات، لأن طبعا في هناك موقع اسمه دكتور ليب، وهو موقع خصصته وزارة الصحة الفرنسية لأخذ مواعيد للتلقيح. هناك 300 مركز سيتم فتحهم قريبا. وزير الصحة النهاردة قال إن هناك 7 مليون فرنسي حتى الآن أخذوا الجرعة المعززة، وهو يتمنى على حد قوله أن تصل في نهاية الأسبوع إلى 10 مليون. فرنسا هناك إرياحية أكثر من الدول الأخرى، لأن هناك نسبة كبيرة جدا من الفرنسيين حصلوا على التطعيمات بصفة عامة، أكثر من 77% من عدد السكان، 90% ممن هم فوق 12 عام، أي من هم سمح لهم بالتطعيمات. ولهذا هذه العملية هي عملية مستمرة، إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الداخل والخارج أيضا هي من ضمن الإجراءات التي تم التأكيد عليها من قبل وزير الصحة ومن قبل الهيئة العليا للصحة. هذه أو كل هذه الإجراءات دعاء يعني لا تمنع الإصابات، زادت الإصابات في آخر 24 ساعة لتصل إلى 37,000. وهذا هو السؤال التالي بالفعل، أن بقدر التطعيمات لم تمنع القلق الأوروبي، هناك قلق أوروبي كبير في هذه المرحلة. بالتأكيد دعاء، يعني الفيروس مع انخفاض درجات الحرارة وبسبب فصل الشتاء وبسبب أيضا عملية التهاون التي تشهدها الدول الأوروبية ينتشر بسرعة كبيرة جدا. الأسبوع الماضي تتذكرين دعاء كانت نسبة الإصابة لا تتعدى 100 لكل 100,000 نسمة، اليوم نحن نتحدث عن 270 إصابة لكل 100,000 في نسمة. إذن الإجراءات الاحترازية وإغلاق الحدود الداخلية لأوروبا وأيضا الخارجية منها لم تمنع تواجد أو زيادة الإصابات من ناحية، وأيضا تواجد هذا المتحور الجنوب إفريقي الجديد أوميكرون الذي يدق ناقوس الخطر. والدول الأوروبية جميعها الآن
وجميع السلطات الصحية الآن تحاول التأكد من أن التطعيمات ستكون يعني لها فاعلية مع هذا الفيروس أم لا. ليس أمامنا أسبوعين اثنين للتعرف، ما إذا كانت يعني نتائج بتؤكد على أن هذا المتحور يمكن تفاديه من خلال التطعيمات. الوقت ما زال يعني مبكرا لمعرفة ماذا يحدث، وفرنسا وأوروبا تستعد للاحتفال بأعياد الميلاد، وست إجراءات وتخوفات كبيرة في فرنسا وفي الاتحاد الأوروبي بصفة عامة. نعم خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا، جزيل الشكر لك على هذه المعلومات.